ويندو بيوتي فقرة بتهتم بالجمال، فقرة بتقدم كل التقنيات اللي ممكن تساعدنا لنحافظ على جمالنا، لنغير شوي بشكلنا. اليوم معي السيد إلي سيف من سيف بيوتي كلينيك. صباح الخير إلي. صباح النور إلي. اليوم رح نحكي عن جمال بحت، يعني اليوم رح نحكي عن جمال الوجه، ورح نحكي عن التقنيات الجديدة لتخفيف التعرق بالصيف. نحن بنعرف أنه البوتوكس كان عم يستعمل مؤخرا، ولكن اليوم رح نكتشف شو عندكم جديد. خلينا نبلش بشق الوجه. كل شيء فيشل عم ينعمل حاليا، وكل شيء فيشل بينعمل بالصيف من دون ما يزعج البشره، شو عندنا جديد؟ مزبوط. هلا الوجه بتبين عوامل شيخوخه على ورا ثلاث اشياء. في نوعيه البشره بتترهل مع العمر وبتخسر فيتاميناتها، بتعمل نوع من الترهلات. وفي العضل اللي تحت البشره يلي هو بيطعوج البشره، وفي عندنا الفراغات الموجوده تحت البشره. نحن بنحل هالمشكله بثلاث اشياء. ميزين بجهاز السيجما ليفت الفرنسي اللي جاي جديد، يلي هو بيشتغل على البشره، يعني عم بيشتغل شيء طبي، وبيجرب قد ما فيها الجهاز يشتغل على ثلاث اشياء. في شيء بيقولوا له كولد ليزر، بفوت الفيتامينات خسرانتها البشره مع مرور الزمن. وفي شيء ثاني بيقولوا له ترماج، بيعطي نوع حراره بنشط كولاجين والاستين بالبشره. وفي تقنية جديدة طالعة اسمها الفوكاليز التراساوند للوجه، يلي هي بتذوب الدهون في حال الشخص كان عنده دهون تحت الدقن. اها، هيدا شيء جديد. اللي يعني دهون تحت الوجه كيف بنذوبه؟ تحت الدقن. تحت الدقن. اي نعم، فوكاليز التراساوند تحرق الدهون الموجودة تحت الدقن. نعم. هلا هون شو عم نشوف؟ هيدي ماشينة اللي بتشتغل على سيجما ليفت. نعم. يلي هي قلنا فيها ثلاثة تقنيات، هيدي الوحيدة بتشتغل على البشرة حسب المنطقة بالوجه. بتعرفي ما فينا نشتغل فوكاليز التراساوند على الخدود مثلا نحرق الدهون الموجودة، فينا نشتغله تحت الدقن على الدبلت شن. مشان هيك هالمكنة تقنياتها الحلوة فيها انه كل منطقة بالوجه نستعملها التقنية المطلوبة تنوصل الوجه لأحد أحسن طريقة شد ممكنة. بس مش يعني عم نحكي بليفتنج مثل العمليات، نحن بنحكي انه هذا التريتمو يلي هو ثلاثة ماشين بيوصلنا لشد حوالي 20-30% مش اكثر. اذا الشخص عمل علاج كامل لمده شهر ونص. نعم، يعني الي هون الافضل انه يبلش هالشخص او هالسيده او هالرجل يشتغل بوجهه قبل ما يصير في كثير ترهلات برايك؟ اكيد، هيدي نحن بالنسبه انه هودي بريفنتيف، بيتفادوا عوامل الشيخوخه. بس تيجوا يصلحوا التجاعيد بالوجه لا، ما تكون صريحين، ما في شيء هيك. نصلح تجاعيد تحت بالوجه هي كنايه عن بوتوكس حوالي العيون والجبين يلي هي بترخي العضل اللي موجود تحت البشره يلي هو بيطعوج هالبشره بكميه كبيره بطريقه كثيره، وبيوصلها لنتيجه انه يقصها لهالبشره. اوكي، البوتوكس هو الوحيد اللي بيرخي هالعضلات، بيريحهم، بتبطل البشره تتحرك كثير، مشان هيك بنشوف انه تجاعيد راحت. بس ما بنكون اشتغلنا على طبقه البشره، بنكون اشتغلنا تحت البشره تنريح البشره. نعم. هلا الفيلر بيجي على العكس، الفيلر بيجي بيعبي جيوب معينه، طبات معينه، خسوفات معينه حوالي المنخار، الخدود فينا نعبيهم، يعني كمان بطانه تحت البشره، بس ما عم تشتغل على البشره. سيجما ليفت هي الحل الوحيد يلي بيوصل على البشره. هون عم نشوف البوتوكس كيف بينضرب حوالي العيون والجبين يلي هي لليوم بعد ما في ماشين بتشدهم مزبوط للبشره، ولا العمليات حتى عم بتكون دقيقه. مشان هيك حوالي العيون والجبين الحل الانسب شيء هو البوتوكس، ولو بضاين 6 شهور. نعم. بيرخي العضل حوالي العيون، ببطلوا يتطعوجوا كثير. هون عم نشوف عم يوصل لمحل غميق جدا، ما بفوت عال بالعين، حوالي العين. من الجلوب. نعم. اوكيولار ولبرا، يعني صوب المنخار كمان. اي نعم. هلا هيدا الفيلر. نعم. بس كون عم نعبي هول الجيوب اللي هن كل العالم ببلشوا يبينوا حوالي المنخار، هول بلينازولابيال، هودي بنعبيهم من تحت البشره، بندفش البشره لبرا، ببطل الشخص نشوفه في طبات يعني بوجهه. نعم. بالاضافه للخدود يلي هن كمان بيعملوا مثل كرو بقلب الخدود، كمان فينا نعبيهم فيلر او دهون من الجسم مثل ما بنعرف الليبوغرافت. الليبوغرافت فينا نسحب دهون ونكررهم بماشينه السلديس، بعدين نحقنهم بالوجه. هي اكيد احسن من الفيلر لانه بتضاين لمده اطول. وهالتقنيات كلها عم تنعمل بسيف بيوتي كلينك؟ كلها موجوده عندنا وكلها متطوره. السلديس نحن بنفرد فيها، والسيجما ليفت نحن بنفرد فيها. هون السيجما ليفت عم تفرجينا انه هيدا اول راس لها يلي هو الفوكاليز التراساوند يلي بينضرب على الدبل تشن للشخص يلي عنده دهون تحت الدقن. نعم. هيدي بتذوب دهون بس ما بتشد بشره. الراس الثاني هو الراس يلي الكولد ليزر يلي بينضرب من برا من دون ابر من دون وجع من دون حرق، عم نحكي كولد ليزر مش هوت ليزر. هوت ليزر هي نوع الحرق يلي ما بتنعمل الصيفيه.
بتنضرب على كل البشره، بتعطيها طراوه لهالبشره وبتفوت الفيتامينات اللي خسرانتها البشره مع العمر، بتطرى بتصير جرب تفوت البشره لوحدها ترتاح. بس مزبوط، بس نعمل وراها ثاني تقنيه اللي هي الترماج. ترماج نوع حراره معينه بيقولوا لها راديو فريكوانسي، بتنشط الكولاجين والإلاستين، بلش يتفاعل ومنلاقي الوجه ببلش يشد بست شهور وسبع شهور بيعطي نتيجة أحسن. اللي هل ممكن أنه تنخلط هالتقنيات كلها؟ يعني هل ممكن هالسيدة تقدر تستعمل هالتقنيات المتعددة؟ صح صح، نحن علينا نأمن لها أحسن تقنية، وهي السيجما ليف بيجي فيها ثلاثة سوا ويستعملوا سوا، بس أكيد كل رأس الكولد ليزر والترماز بيشتغل على كل البشرة، بينما الفوكاليز ألتراساوند ما بيشتغل على العيون على الوجه لأنه بيدوب دهون، ساعتها بينزع الوجه. طيب اللي إذا كانت عاملة هالسيدة بوتوكس أو فيلر، هل ممكن هالماشين تتضايقة؟ هول الماشينات عم يشتغلوا على طبقة البشرة، ما خاصهم بالبوتوكس والفيلر، حتى نحن عاملين باكج اللي بيعمل بوتوكس فيلر بيطلع له من هالماشين فري، اللي بيعمل هالماشين مع بوتوكس بيطلع له فيلر فري، في تشويس، في باكج معين تنوصله على أحسن نتيجة ممكنة، أحسن ما يكون عم بيعمل بس بوتوكس وفيلر وناس البشرة البرانية يلي هي الأساس. نعم، يعني هون بس لنوضح أنه ممكن هالتقنيات المتعددة تنعمل كلها مع بعض، ما بيأثر أبدا. وحضرتك دايما نحن بنحكي عن فريق العمل اللي عندك، اللي يعني على كل مكنة في يمكن هالأشخاص المتخصصين، وأيضا البوتوكس والفيلر في ناس متخصصين. أكيد البوتوكس والفيلر ضروري يكون طبيب، ما بيصير غير هيك، وأكيد البرودكت الأحسن بالعالم. والسيجما ليفت مش موجودة إلا عنا، هي ماشين جديدة، وبفتكر حتعمل ثورة لو إنه ما بتشد 70%، بتوصل لل 20-30% بالثلاث تقنيات تبعها، بس ما في شيء لليوم بشد أكثر من هيك. نعم. إلا ماشينات بدنا نشتغل على شد العضل يلي بتشقل الوجه تنهار بيرخي، يلي هي مؤقتة، هذه مش حديثنا لأنه ما بدنا شيء مؤقت، بدنا شيء طويل المدى. نعم، يعني هون نحن عم نشتغل بشيء ما بيضر على المدى الطويل. بالعكس، بفوت الفيتامينات خسرانتها البشرة وبرد لها الإلاستيسية تبعها وبنشط كولاجين وإلاستين، وما ما في ولا أي سايد إفكت أبداً. هاي مكانات فرنسية سي إي ميديكل، وطبعاً تجربت عندكم، يعني ما صار في أي حادثة أي أليرجي على شيء معين أبداً، في يعملها بينزع البحر عادي هذه. نعم. الشخص فيها ما في أي مشكلة، بتنعمل بالصيفية. اللي هيك بس للتوضيح أيضاً، البوتوكس والفيلر طبعاً بينعطى ورقة فيهم الأسامي طبيعي، كل شيء عم بيكون دقيق. نعم. هذا اللي بيميزنا نحن، احسن سعر باحسن برودكت، لانه بناخذ كميه كبيره، نحن صرنا 11 فرع بناخذ كميات كثير كبيره، بيطلع لنا سعر احسن العاده، وبنخلي العالم تستفيد من هالموضوع. يعني هذا الموضوع طبعا بهم كثير ناس. الماركه او النوعيه اللي عم تستعمل 100%. هي لها حصه كبيره يمكن بالنتيجه، ما هيك الي؟ لها حصه بالنتيجه، انه داين ماكسيموم بلا ما تترك اثار جانبيه مثل الحبوب والقلل اللي بتبقى بنشوفها بالفيلر ما منيح. 100%. خلينا ننتقل على التقنيه الجديده للتعرق، وخصوصا هلا بالصيف يعني محتاجين كثير لهالموضوع. الجديد بهالموضوع هي ماشينه السواتاكس الامريكانيه يلي هي كمان FDA، يعني ما عندها اي عوارض جانبيه، بيستعملوها بامريكا وجديده وحلوه كثير، يلي بتغنينا عن البوتوكس. نحن اليوم بتعرفي كنا نعمل البوتوكس، البوتوكس يلي هو يعتبر بيوقف تعرق لمدة 6 شهور، هيدي السواتاكس بتوقف تعرق لمدة 9 شهور ومن دون بوتوكس، يعني من دون إدخال السموم على الجسم، بس بتضاين 9 شهور مش أكتر. كيف تشتغل؟ هيدي بتعطي نوع ترماج بيقولوا له ترماج يونيبولار، يعني منه ترماج العادي اللي حكينا عنه عن شد البشره اللي بيشتغل مونوبولار وبيبولار، هذا بيشتغل يونيبولار، يعني بفوت اغمق وبيطلع اغمق سطحي اكثر، بتنضرب على اي منطقه بالجسم او بالوجه وبتوقف له وبتنيم هالخلايا اللي بتعمل عرق والخلايا اللي بتعمل ريحه، اثنيناتهم سوا على يعني عكس البوتوكس. يعني وكانه بتشلون هون. مزبوط، مثل البوتوكس اللي بنستعمله للجبين وللوجه، بس هيدي المكنه من دون ابر، من دون سموم، يعني الشخص بيجي لعنا 4 مرات، كل اسبوع مره واحده على 4 اسابيع، وقت الجلسه 40 دقيقه، بينعطى مثل نوع ترماج يونيبولير على منطقه تحت الباطيه اللي اكثر شيء بيعملوها، او مناطق البيكيني، فول بيكيني في كثير بيعملوها، في ناس بتعمل الجبين، في ناس بتعمل البطن، الظهر، اي منطقه، كفوف الايدين، كعب الاجرين، اي منطقه بتنعمل بهالتقنيه. واو. هلا هيدي الشخص اللي بده يعملها هي من برا لبرا بضاينه 9 شهور، هلا الشخص اذا ما بده شيء لتسع شهور، بده شيء كل حياته، بيحكي بماشينه الدافينشي يلي بتفوت بنقطه تحت البشره، هي كمان تقنيه جديده، بفوت الحكيم بنقطه صغيره بنج موضعي وبيحرقهم،
اكيد ما في اي مشكله انه يحرقون، لانه هالتعرق بيروح بغير منطقه. في كتير بيسالوا هالسؤال انه بيخافوا هل هالسموم رح تضل داخل التعرق. مزبوط، بيسوى نلغي التعرق بهك منطقه لانه عم بيروح على غير منطقه اكبر ما بعود يبين عند الانسان. بمختصر صار عندنا ثلاث تقنيات: البوتوكس المعروف يلي بيضاين 6 شهور بخفف العرق 80% لمده 6 شهور، سواتكس بتخفف العرق 80% كمان بس لمده 9 شهور وبتشيل مع الرائحه كمان، والدافينشي يلي بتضاين مدى الحياه بتشيل 80% مدى الحياه بساعه معدل ساعه. يعني عم نحكي 80% اي عم يضل في افرازات عم تظهر طبيعي من الجلد. ما في اي تقنيه بتشيل كل شيء 100%، نحن بنشيل 80% منه. هالشغله منيحه يمكن الي، يعني مثل ما عم بتقول انه يمكن في ناس بخافوا انه تكون عم تتسكر المسام او عم تتوقف هالغدد عن العمل او يمكن يضل في هيك شويه سموم بالجسم. ابدا، يعني هون عم نحكي بشيء ما بيضر وما بيضل في شيء جوات هي بكل الأحوال ما بتضر. نحن ما فينا نطالهم كلهم إذا نحن عم نعمل الأكت، إن كان بالبوتوكس إن كان بالسواتكس إن كان بالدافينشي 80% بس بدل في 20% ما فينا نوصل لهم. وأساسا لو قدرنا نوصل لهم وشلنهم ما في أي مشكلة، لأنه التعرق اللي خلصنا منه من تحت الباط بينتقل على غير محل، يمكن على كل الإيدين على كل الظهر على مساحة كبيرة مبعوض ظاهرة ومحرج للعالم. نعم، أهلا وسهلا فيك إليساف. طبعا بيقدروا يشوفوا كل يتصلوا فيكم على جميع العناوين اللي ما رأيت معنا على الشاشة. شكرا لك. مشاهدينا نحن بريك ومنتابع MTV Alive.